سلام من الله عليكم متابعي قناة أجدور. كما تعلمون أو لا تعلمون، في إحدى حلقاتنا القديمة على قناتنا قدمت لكم شرح مبسط حول كيفية ربط الهاتف بأي جهاز تلفاز كيفما كان نوعه، والاستماع للموسيقى أو الصوت الصادر من الهاتف في مكبرات الصوت الخاصة بالتلفاز بجودة عالية جدا وبقوة. إن لم تشاهد تلك الحلقة يمكنك مشاهدتها في الرابط الموجود في صندوق الوصف. على العموم إخواني، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على منفذ مهم جدا في حاسوبك المكتبي وحاسوبك المحمول. فكما تعلمون إخواني، فأي حاسوب فهو يتوفر على ثلاثة منافذ: منفذ السماعات ومنفذ الميكروفون، وهناك منفذ ثالث لا يستعمله الأغلبية منكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف عليه وعن وظائفه وكيفية الاستفادة منه وكيفية صنع كيبل خاص به. فكل ما عليكم إخواني هو متابعة هذا الشرح، فابقوا معي. إذا نظرت خلف حاسوبك المحمول فإنك سوف تجد المنافذ الصوتية التي تقوم بتوصيل السماعات منها. فكما هو معروف سوف تجد المنفذ الخاص بالميكروفون وهو معروف جدا لدى الجميع، وتجد منفذ السماعات وهو أيضا معروف لدى الجميع، لكن في الغالب تجد منفذ ثالث. نعم، هذا المنفذ الثالث إخواني العديد من الإخوان لا يعلم أهميته أو لماذا تم وضع هذا المنفذ. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية الاستفادة من هذا المنفذ. كذلك بالنسبة للحواسيب المحمولة فهي أيضا تتوفر على المنفذ الثالث، على الرغم بأن ليس جميع الحواسيب المحمولة ولكن بعضها فقط. ولكن بالنسبة للحواسيب المكتبية أو الحواسيب المنزلية فجميعها تقريبا تتوفر على المنفذ الثالث، والذي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. إذن بالنسبة لوظيفة هذا المنفذ، نأتي بهذا الكابل المخصص تماما لهذا المنفذ. طبيعة الحال كما قلت في السابق ليس منفذ الصوت أو السماعات وليس منفذ الميكروفون، وإنما هذا المنفذ الثالث الذي لا تستعمله. بالنسبة للكابل الخاص به، هذا هو الكابل، فهو مكون من رأسين مما يسمى بالميني جاك، رأسين متشابهين كما ترون في الصورة. على العموم نقوم بإدخال الرأس الأول بالكمبيوتر هكذا، ثم نقوم بإدخال الرأس الثاني بالهاتف النقال الخاص بنا على هذا الشكل، ثم سوف أختار أي مقطع موسيقي، ثم سوف أقوم بعمل بلاي في الهاتف هكذا. إذن كما ترون فالصوت الذي يخرج من الهاتف فهو يتوجه مباشرة إلى الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي على حسب ما توفر لديك، ثم يقوم بتضخيم هذا الصوت وبذلك تقتصد في بطارية الهاتف. كما أنك سوف تسمع الصوت الخاص بالهاتف بمكبرة الصوت الخاصة بالحاسوب بجودة رائعة جدا، بل هنالك أيضا المزيد من الأشياء التي سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو. إذن وحتى ولو توفر لديك هذا الكيبل الخاص بهذا المنفذ وتوفر هذا المنفذ في حاسوبك، فرغم إدخالك لهذا الكيبل وإدخاله في الهاتف فلن يشتغل أبدا، ذلك لأنك لم تقم بإعداد الحاسوب ليشغل هذا المنفذ. وسوف أريكم طريقة بسيطة لتشغيل هذا المنفذ من خلال إعدادة الحاسوب. إذن من أجل تفعيل هذا المنفذ ما عليك سوى التوجه إلى أيقونة الصوت الصغيرة هذه، نضغط عليها بزر الفأرة الأيمن ثم نضغط على هذا الخيار بريفيريك دونجيسترومون، لدي انا النظام باللغه الفرنسيه، ثم نتوجه ليس الى ليكتور او قراءه وانما الى اونجيسترومون او اعدادات التسجيل. نجد هنا الميكروفون ثم نجد اعدادات ذلك المنفذ هنا، نضغط عليها بزر الفاره الايمن ثم بروبريتي ثم الخيار الثاني، نضغط هنا اي الاستماع الى هذه الاداه هنا، ثم نضغط على ابليك. الان تم تشغيل المنفذ بنجاح. أما إذا كانت كارت الصوت المركبة في حاسوبك توفر لك لوحة تحكم خاصة بها تماما كهذا الحاسوب كما ترون، ففقط يمكنك التوجه إلى هذا الخيار أونتري لاين كما ترون، ثم إزالة كتم الصوت هنا، ثم تم تشغيل المنفذ بنجاح، ويمكنك زيادة الصوت ورفعه فقط من هذا المكان. وبالنسبة لهذا الكيبل فيمكنك شراؤه في حالة عدم توفره. الآن سوف أريك كيفية صناعته أو كيف تقوم بصناعته بنفسك بطرق بسيطة جدا. أول شيء أنت بحاجة إلى رأسين من هذا الرأس الذي يسمى بالميني جاك الخاص بالصوت، ولكن من فضلكم نحن بحاجة إلى رأس مكون من كما ترون ثلاثة صفائح: الصفيحة الأولى والثانية والثالثة، وليس مثل هذا الرأس الذي ترونه الآن الذي يتكون من أربعة صفائح أو ثلاث خطوط من البلاستيك. نحن بحاجة إلى هذا وليس هذا الذي به صفيحتين فقط
كما قلت لكم نحن بحاجة إلى هذا الذي يتكون من ثلاثة. وبالنسبة لهذا الرأس فيمكنك استئصاله من السماعات القديمة. على العموم بعد قص هذا السلك واستئصاله من أحد السماعات، فعند الكشف عن الأسلاك الموجودة بالداخل سوف نجد ثلاثة أسلاك مما يسمى بالسلك المعزول الذي سبق وقدمنا حلقة حوله، تجدون رابطها في صندوق الوصف. على العموم تجد اللون الأصفر، هذا اللون دائما يتواجد، يكون لون أصفر لأن هذا اللون هو الأساسي. بالنسبة للونين المتبقيين قد تجده أحمر أخضر أو أزرق أخضر إلى غير ذلك، لا يهم. على العموم نقوم بدمج هذين السلكين المتبقيين مع بعضهما بهذا الشكل، ثم نترك الأصفر جانبا هكذا، ثم نقوم بحرق الطبقة العازلة الموجودة فوق هذه الأسلاك باستعمال الولاعة هكذا، ونفس الشيء بالنسبة للسلك الأصفر. إذن بعد إزالة طبقة الطلاء التي تغطي هذه الأسلاك نقوم باستعمال الورق الزجاجي، نقوم بفرك وإزالة الشوائب هكذا، وذلك ليجعل هذه الأسلاك موصلة. وفي حالة عدم توفر الورق الزجاجي فيمكنك فقط استعمال هذه العجلة الموجودة في الولاعة هكذا، ثم نفس الشيء بالنسبة للرأس الثاني أيضا، نترك السلك الأصفر جانبا ثم نحتفظ بالسلكين ندمجهما معا. الآن بعدما وضعت السلك الأصفر جانبا في الرأس الأول ودمجت السلكين المتبقيين، ونفس الشيء بالنسبة للرأس الثاني، على العموم سوف أخذ الأصفر من السلك الأول والأصفر من السلك الثاني، أقوم بدمجهما على هذا الشكل هكذا. بالنسبة للأسلاك المتبقية جميعها يتم دمجها بهذا الشكل. وأعيد مرة أخرى السلك الأصفر مع الأصفر، أما باقي الألوان الأخرى لا يهم أي لون، يجب دمجها مع بعضها على هذا الشكل. وبعد الانتهاء باستعمال الشريط اللاصق نقوم بعزل السلك الأصفر عن الأسلاك الأخرى هكذا. والآن كما ترون السلك الخاص بنا أو الكيبل الخاص بنا فهو جاهز، وهو يتكون من رأسين مما يسمى بالميني جاك كما تلاحظون. بالنسبة للطريقة الثانية والأكثر احترافية، نأخذ هذا الرأس الذي يسمى بالميني جاك باستعمال شفرة حادة أو مشرط، نقوم بإزالة البلاستيك الذي يغطيه من الأعلى، ولكن من فضلكم انتبهوا إلى أيديكم. إذن وهذا هو شكل الرأس بعد استئصاله كما ترون، فهو يتكون من هذه النقاط الخاصة بالتلحيم، نقطتين هنا وهنالك نقطة أخرى في الجانب الآخر هنا كما ترون. إذن حتى نفهم أكثر لدينا هنا هذا الرسم التضحي. إذن هذا هو الرأس الخاص بنا، فهو يتكون من ثلاثة نقاط تلحيم. على العموم يا إخواني سوف نقوم بدمج هاتين النقطتين، النقطة مع هذه النقطة في سلك واحد، ثم هذه النقطة في سلك آخر، إذن حتى تعطينا سلكين. ونفس الشيء بالنسبة للرأس الآخر، ثم نقوم بدمج هذا السلك في الرأس الثاني، وبذلك نحصل على هذا الكابل الخاص بذلك المنفذ. وبالنسبة لبعض فوائد هذا المنفذ، نبدأ مثلا بدمج الراديو الخاص بهاتفك في الحاسوب، بحيث تستمع للراديو في الحاسوب وأنت تشتغل على الكمبيوتر مثلا. لاحظ معي قد قمت بدمج الراديو باستعمال الكيبل مع الحاسوب. أيضا يمكنك إجراء المكالمات عن طريق هذا الكابل، بحيث تستمع إلى المتصل من مكبرات الصوت الخاصة بالكمبيوتر، وتقوم بوضع الهاتف بالقرب منك بحيث يتم استعمال الميكروفون الخاص بالهاتف ومكبرات الصوت الخاصة بالكمبيوتر. بل وأكثر من ذلك يمكنك تسجيل المكالمة الصوتية بجودة عالية جدا في الحاسوب فقط باستعمال هذا الكابل وهذا المنفذ. الآن سوف نقوم بتجربة تسجيل الصوت من خلال الهاتف إلى الحاسوب. ويمكنك تسجيل المكالمات الواردة إلى هاتفك النقال باستعمال أحد البرامج كبرنامج الأوداسيتي عن طريق التعديل على الإعدادات بهذا الشكل. نتوجه إلى Preference ثم Periphery، ثم نختار من أين نريد تسجيل الصوت، من الميكروفون أو نحن سوف نختار الأونتري لاين وهو هذا المنفذ الذي نتحدث عليه، ثم نضغط على OK. الآن سوف أبدأ بتسجيل الصوت الوارد إلى الهاتف. ألو مرحبا، أنا محمد أجدور، كيف الحال؟ إذن كما رأيتم فقد تم تسجيل الصوت الوارد من الهاتف بسهولة تامة وبجودة عالية جدا.
في الأخير يا إخواني تجدر الإشارة إلى أن هذا الكيبل الذي قمنا بابتكاره في هذه الحلقة هو تماما نفس الكيبل المستعمل في ربط الهاتف بمكبرات الصوت الخاصة بالسيارة، وفي حلقة مقبلة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية القيام بذلك. على العموم إخواني أتمنى من صميم القلب أنكم قد استفدتم من موضوع حلقة هذا اليوم. طبيعة الحال هنالك دائما المزيد والمزيد على قناتنا، فقط كونوا في الموعد. إلى هنا إخواني لا يبقى لي سوى أن أودعكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.